أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Search Algorithms in Artificial Intelligence، خوارزميات البحث الذكية. ودرس اليوم هو عن خوارزمية شهيرة جدا ومستخدمة، وهي Simulated Annealing، محاكاة الصلب ومحاكاة المعادن، واختصارا SA. نبدأ أولا بتعريف هذه الخوارزمية. فعليا هذه التقنية هي تقنية احتمالية probabilistic، ويتم استخدامها من أجل القيام بتقدير الجلوبال أوبتيمم، الحل النهائي والوصول إليه. والتسمية جاءت فعليا من علم المعادن ميتالوجي، بحيث نقوم باستخدام الحرارة temperature من أجل القيام بتسخين المعادن، وبالتالي نستطيع القيام بالتعديل على خصائصها الفيزيائية من ناحية القيام بتنيها وليها والتعديل عليها. فمثلا سوف نقوم هنا بالاعتماد على هذه temperature، فنبدأ أولا باختيار حالة معينة مع temperature عالية تمكننا من القيام بالexploration والاستكشاف بطريقة عشوائية. من ثم ومع مرور الوقت سوف نقوم بتقليل هذه temperature شيئا فشيئا، مما يؤدي إلى تقليل احتمالية الاستكشاف exploration، وهذه العملية تسمى cool down. بعدها عندما نقوم بالوصول إلى temperature باردة ودرجة حرارة منخفضة، فهنا نقوم فعليا بالتركيز والexploitation على الاحتمالات التي أعطت النتائج الأفضل، ونقوم بانتقال الهدف نسبة لذلك. على سبيل المثال لتكن لدينا هذه المسألة الخاصة بـ traveling salesman، فنرى هنا كيف أنه في البداية عندما تكون درجة الحرارة عالية تكون احتمالات العشوائية كبيرة جدا، فنقوم بانتقاء جميع هذه العقد، بينما مع انخفاض درجة الحرارة كما هو موضح هنا ففقط نقوم بانتقاء الخيارات التي تعطينا النتائج الأفضل. فهنا نقوم بالانتقال من exploration إلى exploitation بهذه العملية والاستفادة من temperature. وأيضا نرى هنا كيف أن عند temperature تنخفض وتصبح قريبة من الصفر نقوم بالتركيز على global optimum، بينما عندما تكون هذه القيمة عالية نرى كيف نقوم بالإكسبلوريشن ونقوم بانتقاء قيم عشوائية كما هو موضح في المثال الثاني. إذا هذه هي التقنية، أي تعتمد على بعض البريمترات التي من شأنها أن تساعدني في انتقال العناصر والموازنة بين الاستكشاف والاستغلال exploration and exploitation. بالنسبة لهذه الخوارزمية فنبدأ أولا بانتقاء current state والقيمة العشوائية، والتي هي في مثالنا مثلا محطة معينة بالنسبة لترافلينج سيلسمان، فهي بمثابة مدينة معينة. ومن ثم سوف نبدأ بتمبريتشر عالية جدا عبر عن الحرارة، وأيضا التايم زمن التنفيذ سوف يكون صفر. من ثم سوف نقوم بالدخول في حلقة، بحيث نقوم بالاعتماد على التايم من أجل القيام بالتعديل على التمبريتشر، فكلما كان الزمن أعلى كان التمبريتشر باردة أكثر، وهنا نقوم باستخدام الكولينج بمعادلات معينة محددة. بعدها نقوم هنا بالاختبار، فإذا كان التمبريتشر مساوي للصفر فأقوم برد هذه القيمة، أي فعليا وصلنا للحل، أو بمعنى أصح وصلنا إلى أفضل حل تقدمه هذه الخوارزمية. أما في حال كانت هذه T غير مساوية لصفر فهنا سوف نقوم بانتقاء next state القيمة التالية، والتي سوف نقوم بانتقائها عشوائيا انطلاقا من current state بالاعتماد على temperature. فإذا كانت هذه القيمة الخاصة بالnext state بعد القيام بطرح منها الفاليو للcurrent state المعبر عن دلتا، فإذا كانت أكبر من الصفر يعني ذلك أن next state هي أفضل من current state، أقوم باعتمادها. وإلا فهنا أيضا قم باعتمادها ولكن باحتمالية معينة probability، ولتكن بهذه الصيغة القيمة الرئيسية exponential لدلتا تقسيم t، وهنا فعليا دلتا هي أصغر من الصفر، لذلك سوف نقوم بالتركيز على t. إذا كانت t كبيرة جدا يعني ذلك أن هذه القيمة سوف تكون عالية، بينما إذا كانت t منخفضة فهذه القيمة سوف تكون منخفضة، وهذا سوف ينعكس على الاختيار. بمعنى إذا كانت في البداية temperature عالية فإمكانية اختيار قيم عشوائية سوف تكون كبيرة، بينما مع مرور الوقت إذا كانت هذه T منخفضة فبالتالي قيمة الاحتمالية سوف تكون منخفضة لقبول هذا الشرط وإسناد next state إلى current state. وبعدها نقوم هنا بزيادة على التايم للذهاب إلى الحالة التالية وهكذا. دعونا نقوم ببعض الاختبارات لبيان هذه الاحتمالية. فمثلا إذا قلنا هنا A مرفوع الأوس، أو نقوم بكتابتها هكذا، ناقص واحد، فنرى كيف أن هذه القيمة هي أصغر من الواحد. ولكن إذا قلنا هنا تقسيم، كما قلنا لدينا هنا temperature، فإذا كانت هذه القيمة كبيرة سوف نرى كيف أن قيمة الاحتمالية سوف تكون كبيرة جدا قريبة من الواحد. إذا قلنا 100 نراها 0.99، بينما إذا كانت هذه الدلتا منخفضة كثيرا فنرى كيف أن هذه القيمة سوف تقل. لذلك في حال
كانت هذه الدلتا أصغر من الصفر، فبالتالي سوف نقوم بالتركيز على temperature. في البداية temperature عالية هكذا، فنراك أن قيمة الاحتمالية كبيرة جدا، بينما إذا انخفضت مثلا دعنا نقوم بجعلها هنا، فنرى هناك فإن هذه القيمة أصبحت قليلة. إذا قلنا صرف فاصلة هنا أصبحت قليلة جدا، وهكذا. فبهذه الطريقة تعمل خوارزمية simulated annealing، ونقوم بانتقال الستيتس نسبة لذلك. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.